مجموعات تلو أخرى وصلت إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة، وذلك بعد مبيتها في مزدلفة. نلاحظ انتقال الحجيج إلى جسر الجمرات من خلال مجموعات يتم تقسيمها، وكذلك صفوف منتظمة تتجه إلى الشاخص لرمي جمرة العقبة. الحمد لله، يعني لكل لجنة للحجاج مشكور شكرا جزا، وهذا بلد للتوحيد، يعني ما شاء الله خدمات صراحة بلا قصر. وتمكن الحجاج من رمي الجمرات بإشراف وتنسيق من جانب الجهات الأمنية ووزارة الحج والعمرة، إضافة إلى وزارة الصحة التي خصصت مجموعة من الأطباء والممرضين لمرافقة الحجاج. الحمد لله والأمور طيبة ما شاء الله تبارك الله، تنظيم أكثر من رائع الحمد لله، معنا وزارة الصحة في كل شيء ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيهم العافية ما قصر. علامات أرضية تم تحديدها لتحقيق التباعد الجسدي بين الحجاج أثناء قيامهم بالرمي، ما يسهل عملية تنظيمهم أثناء وقوفهم أمام الجمرات. بدر الشهري، العربية، من جسر الجمرات بمشعر منى.